الحدث. ينضم إلينا من ريف دمشق مازن الشامي، مراسل شبكة شام الإخبارية. مازن، أهلا بك. إذن هناك تكثيف للنظام من لغاراته على بعض الأحياء، طبعا فكرة أوسع وتفاصيل أوفى. نعم محمد، يعني حقيقة اليوم طائرات الأسد تتابع غاراتها على الغوطة الشرقية وتشن أكثر من 10 غارات، كان منهم 8 غارات على بلدة دير العصافير وغارتين على مدينة دوما، مما أدى لسقوط العشرات من الجرحى، فيما ارتفع عدد الشهداء مزارت أمس في بلدة زبدين إلى 12 شهيد. كما جرت اليوم اشتباكات هي الأعلى في محاولة من كتاب الأسد لاقتحام بلدة زبدين من عدة محاور، استطاع الثوار من صد هذه الاقتحام حامات وكبدوا كتائب الأسد خسائر بشرية كبيرة. في الغوطة الغربية وتحديدا في بلدة كناكر، اللواء 121 يقصف باتجاه مناطق القنيطرة، وذلك بالمدفعية الثقيلة ردا على معركة وأد الفتنة التي بدأها الثوار صباح اليوم. في خبر عاجل من القلمون ومهم جدا محمد، يعني اليوم حصل انشقاق لحاجز كامل تابع لكتائب الأسد في مدينة يبرود، وذلك بعتادهم الكامل وأسلحتهم، والحمد لله تم تأمينهم خارج المدينة وهم الآن بأمان مع الثوار. طبعا الحاجز يقع قرب مسجد صلاح الدين على طريق السحل يبرود. هذا ما حصل في طب عندما نتحدث عن حاجز، يعني عن كم تقريبا من الجنود هنا والآليات نتحدث؟ يعني شيء تقريبي إذا أمكن. يعني أقل حاجز متواجد فيه برود يتواجد عليه دبابتين على الأقل، إضافة لرشاشات على 14.5 و12.5 والأسلحة الخفيفة المتواجدة مع جميع العناصر. طبعا أقل حاجز يتواجد عليه 40 إلى 50 عنصر من كتائب الأسد. طبعا هذا أقل حاجز يتواجد في محيط مدينة برود، يتواجد عليه هذا الكم من العدد محمد. نعم. طيب بخصوص يعني الأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة، لأنه كثيرا ما نتحدث عن مسألة القصف ومسألة من يسقط، ولكن ربما يغيب أحيانا مسألة الوضع الإنساني والمعيشي للسكان المحاصرين. نعم محمد، يعني اليوم لن نتكلم عن الأوضاع الإنسانية لأنها باتت معروفة في الغوطة الشرقية والمناطق الجنوبية والقلمون، طبعا وسط صمت من المعارضة الخارجية والمنظمات الإغاثية والإنسانية، بل سأتكلم عن الأطفال الرضع في الغوطة الشرقية الذي يسعى النظام لمنع دخول مادة الحليب للغوطة الشرقية. طبعا حقيقة لدينا في الغوطة أكثر من 3500 طفل رضيع مهددون بالجفاف والموت، وذلك بسبب عدم تغذية أمهاتهم. يعني حقيقة يوميا في الغوطة لدينا يسقط طفل أو طفلين بسبب الجفاف ونقص الحليب. طبعا كما ذكرنا هذا كله وسط صمت من المنظمات العالمية التابعة للأطفال وهي SOS أعتقد. طبعا هناك أو نسعى إلى مناشدات يعني فقط لإدخال مادة الحليب الأطفال الرضع، لا نريد طعام، لا نريد سلاح، نريد هؤلاء الأطفال أن يشربوا الحليب ليكملوا مشوارهم في هذه الأيام. طب هل هناك محاولات يعني ولو بطرق التفافية لإدخال بعض المواد الضرورية للأحياء المحاصرة؟ نعم بالفعل محمد، بالطبع لدينا بعض الطرق لكن خطيرة جدا، يعني لا نستطيع يوميا إدخال أي مادة. يعني بعد الآن غارة جوية ربما دير العصافير، بالفعل غارة الآن على بلدة دير العصافير محمد. كما ذكرنا يعني محمد هناك بعض الطرق لإدخال بعض المواد لكن خطرة جدا، يعني إذا استطعنا إدخال هناك حياة أو خطر على الحياة الذين يدخلون هذه المادة إلى الغوطة الشرقية لأنها محاصرة تماما من قبل كتاب الأسد. شكرا لك من ريف دمشق مازن الشامي، مراسل شبكة شام الإخبارية. الله أكبر، اللواء سرى المرابطين.